نار غطيتين حكمت غريب. الشفا الإسلامية الجزائرية من خلال هذه الهبة التضامنية تؤكد جاهزيتها في الوقوف في كل الأزمات ودعم مساعي جهود الدولة الجزائرية في حتى نخرج بأخف الأضرار من جميع الأزمات، سواء ما تعلق بالكوفيد 19 وما تعلق بهذه الأزمة، أزمة الحرائق. تزامنا مع الدخول المدرسي هذه المساعدات موجهة للأطفال المتواجدين أو المواطنين المتواجدين في المناطق المتضررة جراء الحرائق، وهي عبارة عن مساعدات متمثلة في محافظ مدرسية وأدوات ومآزر، بالإضافة إلى لوازم التعقيم لكل تلميذ.